ربما كانت تلك الصورة مألوفة إلى السوريين في دمشق قبل دخول البلاد في أتون حرب أتت على الأخضر واليابس. هنا في بيروت وتحديدا في سوق الحميدية الذي يعد تقريبا نسخة طبق الأصل من سوق بنفس الاسم في دمشق بمثابة ذكرى صغيرة للوطن الضائع بالنسبة لهؤلاء اللاجئين الذين لا يستطيعون العيش هناك. فالتجار قاموا بفتح محل في حي صبرا في بيروت مستهدفين مجموعة محددة جدا من الزبائن ألا وهم اللاجئون السوريون. يعني كأنك فايت على سوق الحميدية يعني، بس الفرق الأسعار كانوا من بلد لبلد يعني الدولار هذه بس، ولا كبضاعة تلاقيها نفس البضاعة اللي بسوريا يعني. سوق الحميدية كانوا انتقل بصبرا هون. وكان سوق الحميدية يعتبر أحد أقدم الأسواق في سوريا ويتميز بأسعاره الرخيصة، وكان التجار السوريون يهدفون إلى نفس الفكرة هنا وهي جذب المتسوقين من كل الجنسيات. بعت غرض غرضية ثلاثة غرض باي أرخص بثلاث أربعة آلاف خمسة آلاف منيحة يعني بتعمل لي يعني أنا بعست الألف أو الألفين أو الخمسة آلاف كيف؟ هون بلاقي أرخص من برا سوق الحميدية جمال أرخص من برا وفي بضاعة جديدة وكل شيء حلو فيه. وبالنسبة للتجار السوريين الذين يعملون هنا يعد السوق خيارا مرحبا به لكسب الأموال، حيث يوجد أكثر من مليون لاجئ سوري مسجلين في لبنان بحسب أرقام مفوضية الأمم المتحدة للاجئين. لقلوا القانون اللبناني ولكن مش بيخذلنا من أمامنا فرص العمل. ممنوع لبلدية القرار فيها للتيار الوطني الحر أنه يكون فاتح محل لنازح سوري اخذ فيه لقمه عيشه لمواطن لبناني. يشار الى ان الفتره الاخيره شكى الكثير من اللبنانيين من ان اللاجئين ياخذون الوظائف ويتسببون في ارتفاع اسعار المساكن ويغرقون السوق ببضائع مهربه تباع باسعار منخفضه. وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الوقفة الاقتصادية، عودة مجددا لأخبارنا السياسية مع دينا إبراهيم ومنى الشايب. شكرا لك مصطفى. شكرا مصطفى. أدانت كل من الولايات المتحدة واليابان إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي من غواصة بحرية، مشيرين أنه تحد واضح وانتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة. يأتي هذا فيما أعلنت القيادة الاستراتيجية الأمريكية اليوم أنها تتبعت الصاروخ الباليستي الذي أطلق من غواصة في ميناء سيمبو بالساحل الشرقي لكوريا الشمالية، وأن الصاروخ سقط في البحر بين كوريا الشمالية واليابان. يأتي ذلك أو يأتي إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي بعد يوم من تعهد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بنشر منظومة دفاع صاروخية للتصدي لتهديدات بيونغ يانغ، الأمر الذي وصفته كوريا الشمالية بإعلان حرب من قبل الولايات المتحدة. أعربت الصين عن رفضها التام لقرار كوريا الجنوبية والولايات المتحدة نشر درع صاروخية في كوريا الجنوبية، داعية كل من واشنطن وسول إلى وقف تنفيذ هذا المشروع. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن نشر منظومة ثاد المضادة للصواريخ سيلحق ضررا بالغا بالمصالح الأمنية الاستراتيجية لدول المنطقة بما فيها الصين. رد فعل بكين يأتي بعيد إعلان واشنطن وسول في بيان مشترك أنهما توصلتا إلى اتفاق تنشر بموجبه الولايات المتحدة درعا متطورة مضادة للصواريخ في كوريا الجنوبية للتصدي للتهديدات المتزايدة من جانب كوريا الشمالية. قالت وزارة الدفاع الصينية اليوم إن البحرية الصينية أجرت تدريبات قتالية في إقليم هاينان جنوب البلاد وجزر باراسيل في البحر الصيني الجنوبي. تأتي التدريبات قبل صدور حكم في 12 من يوليو من قبل محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي في قضية رفعتها الفلبين ضد مطالب السيادة الصينية في البحر الصيني الجنوبي. وقالت الوزارة في بيان على شبكة الإنترنت إن سفنا من أساطيل شمال وشرق وجنوب الصين شاركت أمس في التدريبات والتي ركزت على المراقبة الجوية والحرب المضادة للغواصات وتدريبات أخرى. وتزعم الصين السيادة على كل بحر الصين الجنوبي تقريبا، لكن هناك مزاعم أخرى بالسيادة على أجزاء من البحر لبروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام.
التحمت مركبة الفضاء سويوز صباح اليوم بنجاح بمحطة الفضاء الدولية بعد رحلة استغرقت يومين، وتمت عملية الالتحام على ارتفاع 412 كيلومترا فوق الأرض. ومن المقرر أن يدخل الطاقم المؤلف من كاثلين روينز الأمريكي والياباني تاكويا أونيتشي والروسي أناتولي إيفانيشن إلى المختبر الفضائي بعد إجراءات مطولة لفتح البوابات التي تربط محطة الفضاء بالمركبة. وستصبح الأمريكية روبنز أول رائدة فضاء تطأ قدماها المحطة الدولية بعد الإيطالية سامانثا كريستوفريتي التي عادت إلى الأرض العام الماضي بعد أن قضت مدة 199 يوما في الفضاء. تعد هذه أول رحلة للرائدين الياباني والأمريكية. أما الرائد الروسي إيفانيشن فلديه خبرة 165 يوما في الفضاء في رحلتين جرتا عامي 2011 و2012. ومن بين أنبائنا في هذه النشرة بعد أخبار الرياضة، مدينة بامبلونة الإسبانية تجذب الألاف خلال مهرجان سان فيرمن الشهير للركض أمام الثيران على مدار أسبوع كامل.